قال يا دكتور أنا كل ما أعمل ينقلب ضدي، أشتري السيارة تتكسر طفشت. وجلس يشتكي ربه عندي، وين؟ في الصف الأول. أتشتكي ربي ومن أنت؟ قال ليش؟ أنا بصلي الصلوات الخمس في المسجد، وأنا ما أعمل ولا حرام ولا سوي ولا حط ولا شيء، وأعمل كذا وبارب أمي. قلت أمستكثرها على ربي؟